مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى جولتنا الجديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يستعرض الوضع الأمني الراهن ويعلن عن عدد من التدابير. والي غد دارفور يؤكد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالجنينة، ولجنة أمن الولاية تتخذ قرارا برفع حظر التجوال. وفد الحكومة يعلن عن الوصول إلى مراحل متقدمة في جميع ملفات التفاوض، والوساطة تعلن تعليق التفاوض ليوم الاثنين. أهلا بكم مشاهدينا. ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع. وذكر مجلس السيادة في بيان اليوم أن الاجتماع تضمن تنويرا من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوضع الأمني الراهن، لافتا إلى اتخاذ عدد من التدابير. أكد والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود عودة الهدوء بمدينة الجنينة، وقال إن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها بفضل مستوى الأمن الذي تشهده المدينة، ما أدى إلى فتح الأسواق وحركة العربات التجارية القادمة إلى المدينة من الخرطوم والولايات المجاورة والقرى. وقال إن وفد المجلس السيادي ومجلس الوزراء قطع شوطا كبيرا في حل المشكلة الأمنية التي شهدتها الجنينة، مشيرا إلى أن لجان التحقيق بدأت أعمالها في جو يسوده الاستقلال الكامل بعد أن أدى أعضاؤها القسم أمام النائب العام. وأعلن والي غرب دارفور رفع حظر التجوال الذي تم إعلانه بسبب الأحداث، مؤكدا أن مستوى الهدوء والأمن الذي تشهده الولاية كان محفزا للجنة أمن الولاية لاتخاذ قرار برفع حظر التجوال. الأحوال الأمنية في مدينة الجنينة الحمد لله عادت إلى طبيعتها، افتتحت الأسواق الحمد لله، الحركة مستمرة من وإلى المدينة، أيضا وصول الشاحنات والعربات التجارية القادمة من أم درمان عبر ولاية وسط دارفور الإزالية إلى الجنينة. الآن المواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية. الاتجاه الإيجابي في حل مشكلة المشكلة اللي كانت غايمة في الولاية الحمد لله الأمور تصير تماما باستصحاب الوفد الكريم مجلسي السيادة ومجلس الوزراء ممثلين في السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. الحمد لله تكللت مساعيهم بالنجاح، استطاعوا أن يقضوا على 90% من أصل المشكلة، والآن هم في ترتيبات وضع الحلول النهائية للقضاء على هذه المشكلة. أدارت بعثة يونميد العاملة بدارفور أعمال العنف التي وقعت بولاية غرب دارفور، وأكدت أهمية حل جميع النزاعات بطريقة سلمية وودية، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة خاصة ضد السكان المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. وعبرت يونميد في بيان صحفي عن قلقها العميق إزاء أنباء أعمال العنف بين أطراف المجتمع المحلي في الولاية والتي خلفت عشرات الجرحى والضحايا من الطرفين، ودعت السلطات الحكومية المعنية لمضاعفة جهودها واستعادة السلام بالمنطقة. عقد وفد قوى الحرية والتغيير الذي يزور ولاية غرب دارفور برئاسة عمر يوسف الدقير عددا من اللقاءات مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بأحداث الجنينة. وأوضحت عضو الوفد منى أبو القاسم سيف الدين أن الزيارة جاءت لموازرة مواطني الولاية لتجاوز المشكلة الأمنية التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. وقالت إن الوفد بحث كيفية إيجاد الحلول الناجعة للمشكلة حتى تعود الأمور إلى نصابها لتعزيز السلام الاجتماعي بين المكونات السكانية، مؤكدة أن المرحلة تتطلب من قوى الحرية والتغيير دعم التعايش السلمي وتحقيق مبادئ الديمقراطية والسلام، وطالبت جميع القطاعات بالإسهام في حل المشكلة وإعانة المتأثرين من الأحداث. الزيارة هي تهدف زي ما قلنا نعازر أهلنا في جنينة في غرب دارفور، والشيء الثاني هو الحرية والتغيير على أساس إنها هي تعرف تنسيقية قوى الحرية والتغيير في غرب دارفور استعداداتها وتصورها لحل الأزمة في ولاية غرب دارفور في الجنينة. الأحداث تمت في معسكر كيرندل، تمت اجتماعات عديدة بالخصوص مع عدد من الأطراف من المكونات من المكون قبائل المساليت
القبائل العربية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين غرب دارفور والحرية والتغيير غرب دارفور. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي أن هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام شامل يعالج قضايا كل المناطق في السودان قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وقال التعايشي في تصريح صحفي عقب ترأسه جلسة وفد الحكومة مع الحركة الشعبية جناح مالك عجار بحضور الوساطة من دولة الجنوب أن النقاش حول الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية جناح عجار وصل إلى مراحل متقدمة في معظم الملفات، وتبقى ملفا الترتيبات الأمنية وهياكل السلطة اللذان يمثل الانتهاء منهما الدخول مباشرة إلى الاتفاق الشامل. وأشار التعايشي إلى أن التفاوض في مسار دارفور تجاوز الاتفاق الإطاري إلى الاتفاق الشامل الذي وصل فيه التفاوض إلى مراحل متقدمة. كل الأنشطة التفاوضية بالنسبة للحكومة تستمر وتتواصل في المسارات المختلفة. أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه النقاش حول الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار وصل إلى مراحل متقدمة جدا في معظم الملفات. تبقى ملفين، والملفين هما ما أكثر أهمية ولا أقل أهمية من الملفات اللي بتناقش في كل المحاور بتاعة التفاوض اللي نحن نأمل لأنه نصل فيه إلى اتفاق سلام شامل يخاطب كل المشاكل وكل القضايا. من جانبه قال عضو وفد الوساطة من دولة جنوب السودان ديوماتوك إن الجلسة ناقشت الاتفاق الإطاري المقدمة من الحركة الشعبية جناح مالك عجار ووصول التفاوض إلى مراحل متقدمة، معلنا تعليق التفاوض بين الجانبين إلى الاثنين المقبل لتمكين الوفد الفني القادم من الخرطوم للمشاركة في بند الترتيبات الأمنية، وتوقع عودة انضمام ممثلي مسار الحركة الشعبية جناح الحلو إلى التفاوض الأسبوع المقبل. نحن ما زلنا مواصلين في المناقشة الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية الشمال بقيادة كامرة مالك عقار، ووصلنا للمراحل المتقدم شديد. أنا داير عايز أطمن الشعب السوداني وعايز أطمنكم في الإعلام أنه المحادثات ماشي كويس خالص. نحن متوقفين الآن في الترتيبات الأمنية وهي جزئية مهمة جدا في عملية السلمية في السودان، ونتوقف ليوم بكرة ونستأنف يوم الاثنين عملا ينضم لنا تيم فني من الخرطوم، لأنه نحن لاحظنا أنه هذا البند الخاص بالترتيبات الأمنية تحتاج للمفاوضين من جانب الحكومة السودان. إلى ذلك قال نائب رئيس الحركة الشعبية جناح عقار ياسر عرمان إن الجلسة ناقشت عددا من أجندة الاتفاق الإطاري للحركة، وفي مقدمتها عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة الكيفية التي يحكم بها السودان. وأكد أن قوات الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة يمكن توحيدها في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تحافظ على الدولة المدنية وتعزز الديمقراطية. هذه الورقة شملت عديد من البنود والتفاصيل، ومن ضمن الأشياء المهمة اللي تم التركيز عليها والاتفاق عليها هي ضرورة عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لكي يناقش المؤتمر الدستوري كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان، بما في ذلك قضية علاقة الدين بالدولة ليحسمها السودانيين جميعا ويصلوا إلى مشروع وطني جديد. الآن توقفنا في بند الترتيبات الأمنية لأن الترتيبات الأمنية تحتاج إلى مختصين من الجانب الحكومي لمناقشة هذه القضية، وهذه القضية هي أهم قضية على الإطلاق في السودان اليوم. السودان اليوم به أكثر من جيش، وبه بالإحصائيات المتفائلة تقول إن السودان به 5 جيوش.
اختتمت بولاية الجداريف فعاليات مهرجان مبادرة التعايش السلمي بحضور عضو مجلس السيادة صديق طاور، وشكلت المبادرة مفتاحا لحل العديد من القضايا المرتبطة بقبول الآخر على أساس المواطنة دون التمييز، داعية لنبذ العنف والتعصب للقبلية، طارحة تعميم المبادرة على كل ولايات السودان. على أنقام السلام والمحبة اختتمت بالجداريف مبادرة التعايش السلمي، وهي مبادرة مجتمعية أطلقها ناشطون لتعزيز النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية الإثنية. المبادرة تهدف إلى الحد من النزاعات القبلية والإنسانية والدينية والعرقية، وحتكون الحاجة الفريدة فيها والمتميزة إنها حتكون ميدانية يعني في مناطق النزاع، والمعرض ده عالج مشاكل كثيرة جدا جدا من الاختلافات والتباين بتاع القبائل، فكان التراث مثال لتمازج بتاع التراث السوداني. المبادرة استمرت 7 يوم، أكدت تلاحم أهل وشعوب وقبائل أهل القضارف بين بعض، وأكدت تلاحمهم في بوتقة واحدة، وده نتيجة للتعايش السلمي بيناتهم. الاحتفالية التي استمرت أسبوعا كاملا شهدت مشاركات من كل مكونات شرق السودان تقريبا، عرضوا من خلالها نماذج من التراث والأدب والفنون، واتفقوا على أن تكون المبادرة قومية. هدفنا هو تعزيز التعايش، لأنه التعايش أصلا موجود بيكون بكل لحم السودان المختلفة، ففي تعايش جميل جدا في القضارف. نحن دارين نعزز التعايش السلمي ويكون صمام أمان، نحن ما دارين احتفالية، أصلا ما حتكون احتفالية والتفرتك حيكون حتمتد. ولاة القضارف وعلى أعلى المستويات شكلت دعما كبيرا كان عاملا من عوامل النجاح لهذه المبادرة. أعتقد هذا الأسبوع حقق أهدافه، ونحن إن شاء الله في ولاية القضارف داعمين مثل هذه المشاريع، لأنه إحنا يمكن الفترة الانتقالية من الهدف الأول من أهداف الفترة الانتقالية هو السلام وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني. المجلس السيادي الانتقالي كان حاضرا، فالمبادرة قد جاءت في وقت يحتاج فيه السودان لمثل هكذا أعمال. هي بادرة سبقت فيها ولاية القضارف جميع ولايات السودان أن يتحرك الشباب من تلقاء نفسهم، ويكون هناك حراك مستوعب لكل تكوينات المجتمع القبلية، ويقوم يعني إدارة حوارات وأنشطة وبتعاون كامل مع حكومة الولاية. هذا يعبر عن أولا روح الانسجام ما بين الحكومة وما بين القواعد الاجتماعية من ناحية، ويعبر عن درجة الوعي والمسؤولية لدى هذا الشباب الرائع والجميل. ولذلك يعني حرصنا على هذه الزيارة لأهمية المنشط وأهمية المشروع الذي يقومون به. مبادرة فيما يبدو قد اختار لها منظموها توقيتا عالي الدقة، فما تشهده بعض المناطق بالبلاد من صراعات قبلية يتطلب مثل هكذا مبادرات. محمد الفاتح، شروق، ولاية القضارف. ضبطت قوات الدعم السريع قطاع كسلا كميات كبيرة من الخمور المستوردة والمخدرات وهي في طريقها إلى الخرطوم من إحدى دول الجوار. وقال رئيس شعبة الاستخبارات بقوات الدعم السريع الشاذلي عبد الجليل إن العملية قامت بناء على معلومات تحصلت عليها الشعبة قبل وقت كاف من دخول المضبوطات إلى منطقة سيتيت، مبينا أن مراقبة وتتبع المجرمين تمت على مراحل وبمهنية دون حدوث خسائر بين الجانبين. وفرت المعلومات الاستخبارية إنه في خمور جاية من دول الجوار متجهة إلى الخرطوم، وشكلنا تيم بقيادة المساعد سعود، وتحرك التيم ونفذ العملية بمهنية عالية وبحرفية دون خسائر من كل الأطراف، وهذا عمل يعني يشكر عليه ونتمنى منهم المزيد من العطاء. إلى ذلك قال قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا يحيى محمد آدم إن قيمة المضبوطات تقدر ب4 ملايين جنيه، مؤكدا أن قواتهم قادرة على ردع المجرمين وحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة، مشيرا إلى التنسيق المحكم بين كافة الأجهزة النظامية. تمكننا من قبض
هذه العربة اللي شايفينها قدامكم محملة بخمور وبمخدرات جاية من إحدى الدول المجاورة، ونحن طبعا وفق المعلومات اللي عندنا تمكننا من وضع كمين محكم وقبضنا هذه العربة في مدخل البحر في منطقة سيتيت إن شاء الله. وبالتالي نحن بنقول للجميع إن نحن كقوات دعم سريع جاهزين وعيننا فاتحة، وما بنخلي أي زول يعمل تخريب أو يتسبب في تخريب عقول أبنائنا، وده نحن بنعتبره عمل مدبر. انطلقت بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الورشة التدريبية الرابعة للأئمة والدعاة، والتي تستهدف حوالي 300 داعية من ولايات كردفان الكبرى، وينظمها المجلس الأعلى للدعوة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتأتي تحت شعار نحو خطاب دعوي مؤثر، وذلك تعزيزا للدور الطلعي للدعاة في عملية السلام والتنمية. ودعا المدير العام للوزارة بشمال كردفان عبد الواحد حمد النيل لإيجاد حلول ناجعة تربط الخطاب الدعوي بالمجتمع، مما يمكنه من ملامسة مشاكله المتمثلة في التنمية والسلام. وحث حمد النيل الدعاة على قيادة المجتمع نحو الفضيلة وقبول الآخر، وذلك حتى تعود البلاد إلى عهدها الأول. أعتبر أنها فعلا هي ورشة من الورش المهمة جدا في هذه الفترة بالتحديد التي تحتاج فيها بلادنا إلى التجديد وإلى التغيير، وبالتالي نعتبر أنه الخطاب الدعوي يعتبر أن يكون خطاب متجدد دوما. هذا التجدد نقصد به التجدد في الفعل البشري، حتى أنه نتطور مع التطور المختلفة بالنسبة للوسائل، وأن يعمل على حل مشاكل المجتمع، أن يكون جزء يعني في حل مشاكل السلام. من جانبه نادى الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية حبيب الله إبراهيم باحترام الأديان والمعتقدات وصولا للتعايش السلمي وإعلاء حق المواطنة للنهوض بالبلاد، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الدورات تدريب وتأهيل الدعاة والأئمة للمساعدة في تحقيق أهداف المجلس. تستهدف عدد كبير جدا من الدعاة والداعيات، ونحن طبعا في هذه المرحلة نطلع إلى دعاة هم بنا الدولة، باعتبار أنه الدعاة هم أصدق الناس وهم أفضل الناس في المجتمع من حفظة ودعاء ومعلمين لنقل الأخلاق والقيم الدينية الموجودة عندهم لمؤسسة الدولة، لأنه دي الإشكالية الوحيدة اللي كانت تواجهنا في المراحل السابقة، كان الدعاء بيكونوا في جانب والدولة في جانب آخر. الحاجة الثانية الورش نفسها من الهدف الأساسية خلق التعايش والسلام، ولأن دي أساس التنمية والاستقرار في المستقبل. اتجهت حكومة ولاية نهر النيل للتركيز على الخدمة الصحية بالولاية بتطوير وترقية وشمولية مستويات الخدمة المقدمة، وتجيء هذه النقلة المهمة التي جرى تنفيذها بالضفة الغربية لمحلية بربر بهدف إعادة التوازن لمشروعات ومرافق الخارطة الصحية بقاعدة خدمة طبية معالجية متكاملة بين أرياف ومدن الولاية. تعزيزا لجهودها الرامية لإعادة التوازن في توزيع مشروعات ومرافق الخريطة الصحية ما بين الريف والحضر، افتتحت حكومة ولاية نهر النيل بتمويل من صندوق التنمية المحلية فاق أكثر من 40 مليون جنيه، افتتحت عددا من المنشآت الصحية بقرى ومناطق الضفة الغربية لمحلية بربر. شعرنا أن هنالك يعني تأخر كثير في كثير من المجالات، في مجال الصحة وفي مجال المياه وفي مجال التعليم، حيث قمنا بعدد من الافتتاحات المشاريع الصحية والمشافي، وهنالك يعني كميات كبيرة من المشاريع نحن يعني فيها من هو اكتمل بنسبة 90% ومن هو بنسبة 80%، وأتينا إلى منطقة الجول ومنطقة فتوار حيث وقفنا على المركز الصحي والخدمات الصحية. ونظرا لإدراكها العميق للاختلالات المزمنة في تنفيذ وتوزيع المرافق الصحية دون التقيد بمؤشرات الخارطة الديمغرافية للسكان، اتجهت حكومة الولاية لتركيز الخدمات الصحية بتجهيز المراكز الصحية والأقسام الجديدة بالأجهزة والمعدات الطبية ومدها بالكوادر الصحية والأطر المساعدة المطلوبة. الحوادث تم تجهيزها بمعدات كثيرة، ولكن تحتاج إلى الكثير من الكوادر والمعدات والتأهيل، وإن شاء الله في الفترة القادمة القليلة إن شاء الله سوف يتم تجهيز حوادث الباوقة تجهيزا كاملا.
ويتطلع مواطنو الضفة الغربية لمحلية بربر بدافع الحكومة في اتجاه ترقية وتطوير منظومة الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمياه بالتوازي مع استكمال مشروعات الربط الكهربائي وشبكات الطرق. لدينا بعض المشاكل، موضوع الكهرباء والمستوصف، ووعدنا إن شاء الله بتكملة مشروع الكهرباء وتكملت ما تبغى إن شاء الله من عمل في المستوصف. وتجيء اهتمامات حكومة نهر النيل بقرى ومناطق الضفة الغربية لمحلية بربر من واقع الفجوة الماثلة في مستويات تقديم الخدمات الأساسية بها، على الرغم من أهميتها الاستراتيجية كإحدى مناطق الإنتاج الزراعي والثقل التعديني والصناعي. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. شرعت الوكالة التوعية للعمل الطبي والإغاثي في تنفيذ مشروع كفالة الأيتام وكسوة الشتاء للأطفال الأيتام بولاية جنوب دارفور، حيث كانت ضربة البداية من مدينة نيالا. وأوضح مدير المشروعات بالوكالة محمد أبو زيد أن المشروع جاء بدعم سخي من المحسنين، مشيرا إلى أن الكفالة تشمل دعما ماليا لأسرة اليتيم بالإضافة لعدد من الأغطية والملابس، مشيرا إلى أن المشروع يغطي عددا من الولايات لسد حاجة أكثر من 1000 طفل يتيم. برنامج توزيع الكفالات للأيتام بمدينة نيالا، وكذلك توزيع كسوة الشتاء لهؤلاء الأيتام. عدد الأيتام الذين تكفلهم الوكالة الطوعية للعون الطبي والإغاثي في ولاية جنوب دارفور 293 يتيم. الآن توزيع الكفالات لثلاثة أشهر، شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لعدد 142 يتيم في مدينة نيالا، وكذلك نواصل في الأيام القادمة في باقي محليات الولاية بإذن الله تعالى. وفي ولاية كسلة أنهت مجموعة من استشاريي النساء والتوليد كورس المعالجة القياسية، والذي يعنى بمعالجة الحالات الطارئة في التخصص. وقال كبير استشاريي النساء والتوليد سامي محمود إن الكورس استهدف الاختصاصيين ونواب الاختصاصيين بهدف ترقية الخدمات الطبية بالمستشفيات وتأهيل وتطوير قدرات المستهدفين من الخدمات الطبية بولاية كسلة. تماشيا مع التطور في مجالات التشخيص والعلاج في تخصص النساء والتوليد ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاته فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، أقامت مجموعة من الاستشاريين كورس المعالجة القياسية المتقدمة. وركز الكورس الذي استهدف عددا من الأطباء على معالجة الحالات الطارئة ذات العلاقة بالتخصص. كورس المعالجة القياسية المتقدمة لأمراض النساء والتوليد رقم 114 في كسلة. هذا الكورس يخص تدريب نواب النساء والتوليد بولاية كسلة، يستهدف عدد 32 طبيب موزعين بين محليتي كسلة وحلفة الجديدة. تدريب الأطباء والنواب والاختصاصيين في أقسام النساء والتوليد والأطفال والعناية المكثفة على كيفية معالجة الحالات الطارئة اللي بتؤدي إلى زيادة وفيات الأمهات والأطفال. وبما أن ولاية كسلة تعاني كثيرا من قلة الكوادر الطبية وضعف تأهيل العاملين في هذا القطاع، فإن كورس المعالجة القياسية من شأنه رفع قدرات الأطباء وترقية الخدمة الطبية المقدمة بمشافي الولاية. هو لرفع القدرات التدريبية في مجال طوارئ النساء والتوليد، مجال الحالات الحرجة، مجال التعامل مع الولادات الحرجة. فدائما بيكون المستهدفين هم النواب، ونحن ما شاء الله عندنا 32 نائب مستهدفين بالكورس ده. فإن شاء الله هيرفعوا قدراتهم التدريبية، والحاجة بيساعد كثير، بتنعكس في المستشفى الأداء، تطوير الأداء في المستشفى، بتقلل المضاعفات أو الأخطاء الطبية برضو داخلة في الموضوع. وتعاون مجموعة الاستشاريين المشرفة على كورس المعالجة القياسية والمتعلق بمعالجة الحالات الطارئة في تخصص النساء والتوليد أن يسهم بفاعلية في تقليل الأخطاء الطبية وتقليل معدل وفيات الأمهات بالولاية. والكورس هو أصلا مرخص من الجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة، وحيتم تدريب عدد 32 طبيب ونائب في أقسام النساء والتوليد، وحيتم منحهم شهادات عالمية بتكون صلاحيتها لمدة 4-5 سنوات. والقرص أهميته قد تنعكس في ترقية الخدمة الطبية في مجال أمراض النساء والتوليد، وهو ما ينعكس على كل مواطني مدينة كسلة.
خالد بشير الشروق، ولاية كسلا. مشاهدينا جولتنا تستمر معكم هذا المساء، تتابعون فيها بعد قليل. المالية تعلن عن إجراءات لإنجاح عملية الدفع الإلكتروني في المرحلة المقبلة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تكوين لجنة فنية لإجراء دراسات ومقترحات محددة تساعد في إنجاح عملية الدفع الإلكتروني في المرحلة المقبلة والاتفاق عليها توطئة لرفعها لمجلس الوزراء. وترأس وزير المالية رئيس المجلس القومي للمدفوعات إبراهيم البدوي اجتماع مجلس المدفوعات الثالث في إطار الاهتمام بمبدأ الشفافية وحوكمة النظم المالية في كل أجهزة الدولة الإيرادية. وأكد البدوي رغبة وزارته في تفعيل نظم المدفوعات وإحكام الرقابة عليها لزيادة حجم التعاون المالي، ونوه إلى تطلعهم في هذا المجال للحاق بركب العالم المتحضر، خاصة وأن البلاد في مرحلة إصلاح اقتصادي. شرعت لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة في وضع الترتيبات النهائية لمهام عملها مطلع الأسبوع المقبل. ودعا رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة رئيس اللجنة عبد الرحمن محمد أحمد الحاج جميع المواطنين في الجزيرة وخارجها وكل المهمومين بمشروع الجزيرة بمد اللجنة بأي مستند أو معلومات محققة حول التصرف في أي أصل من أصول مشروع الجزيرة بطريقة غير مشروعة. وأعلن اللجنة مخول لها وفق سلطاتها فتح البلاغات وإجراءات الحجز، ويمكن استئناف قراراتها لدى النائب العام. مشاهدينا في نهاية جولتنا هذا المساء نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس الأمن والدفاع يستعرض الوضع الأمني الراهن ويعلن عن عدد من التدابير. والي غرب دارفور يؤكد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالجنينة، ولجنة أمن الولاية تتخذ قرارا برفع حظر التجوال. وفد الحكومة يعلن الوصول إلى مراحل متقدمة في جميع ملفات التفاوض، والوساطة تعلن تعليق التفاوض ليوم الاثنين. انتهت هذه الجولة في السودان هذا المساء مشاهدينا، قدمناها مع زملائنا من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.